السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل من معايا. أنا أمير أم البصرة. شيعي ولا سني استاذ امير؟ شيعي إن شاء الله. عارف حلقتنا اليوم موضوعها؟ شنو الموضوع؟ يعني باقي أنت، أنا صح كاتب بس ما فهمت شنو يعني السؤال سمعنا اللي اعتراضك، أي اليوم نطلب من الشيعة الاثنى عشرية بدل أن يطرحوا سؤالا هو أن يسمعنا الشيعي الاثنى عشر اعتراضه على ماذا يعترض عند المخالف وما هو الذي يعترض عليه في عقيدة المخالف، ويرى أن هذه العقيدة لا تمت للإسلام بصلة بل إنها عقيدة باطلة. ولذلك أنا شيعي لأن معتقدي يقول واحد اثنين ثلاثة، وأنت مخالف لأن معتقدك فيه من المساوئ واحد اثنين ثلاثة. يعني بمعنى أصح، ما هي سلبيات المخالف التي أنت تراها ولذلك لا ترى أحقية في هذا الدين وفي الاتباع أو في المنهج هذا للاتباع؟ تفضل. سؤالي انه مش سؤالك بقى، اعتراضك، وجه اعتراضك، ارض فلك وجه اعتراضك فدك اعتراضي اعتراضي فدك. انا اعتراضي على هذا سلب ارض فدك. ممتاز. استاذ امير ارض من الرسول البصرة عليه السلام يقول اغتصاب ارض فدك. طيب، هل استاذ امير اذا اثبتنا لك ان ليس هناك اغتصاب لارض فدك تقول ان المخالف ليس عنده اشكال ومعتقده صحيح 100%؟ ممتاز. تعال ناخدها مع بعض كده استاذ امير واحنا مع بعض. يبقى اذا هو طلب فاطمه رضي الله عنها وارضاها من ابي بكر الصديق القصه، ولكن دعنا نفتح الحديث استاذ امير عشان في الحديث فيه حاجات مهمة جدا وأقوى حديث تعتمد عليه الشيعة الاثنى عشرية. تمام. ذهبت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها. بسم الله، عايزين بس نجيبه من صحيح البخاري. تمام. بس انا ما ملزم بصحيح البخاري. لا، ما انت مش ملزم. اذا هقرا لك الحديث اللي انت معترض عليه عندنا من صحيح البخاري، وبعد كده هنرد من كتب الشيعة الاثنى عشرية. نعم. فهمني حضرتك ولا حضرتك مش فهمني؟ بس حضرتك عندك تلفزيون بتشوف الشاشة ولا ما بتشوفهاش؟ جاي اشوفك انا بس يعني. طيب، ساد الصوت. طيب، في صدى صوت؟ اي ساد الصوت على مود ما اثر يعني على اتصال. طيب، سد صوتي ازاي؟ مش فاهم. يعني انا جاي اشاهدك بس صورة يعني بدون ما جاي اسمعك من التليفون. تمام. طيب، ادي كده الحديث اللي هو دايما بيتكلم فيه الشيعة الاثنى عشرية في البخاري. اما فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله سألت ابي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبي بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر. تمام. طبعا في الحديث الآخر في نفس الحديث قال أبو بكر في نفس الحديث إنما يصرف آل محمد من هذا المال في رواية أخرى. ولكن انا جبت لك الروايه اللي دايما بتعتمد عليها الشيعه الاثنى عشريه. وهل هنا يكون غضب فاطمه هو غضب حق ام غضب باطل؟ هل غضب من ابي بكر ام من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نحط ميزانين استاذنا الفاضل استاذ امير من البصر. الشيعه ترى ان غضب فاطمه كيف ان ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم بان الانبياء لا تورث، وهي ابنه الحبيب محمد، وهي ابنة رسول الله، وهي كانت أحب بناته إليه. كل ده لا يغني عن الله من الأمر شيء. فللأنبياء أستاذنا الفاضل أمير حالات خاصة. هل تعتقد معي بنفس الاعتقاد إن للأنبياء حالات خاصة؟ نعم أم لا؟ طبعا للأنبياء حالات خاصة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم متزوج أكثر من زوجة. أحسن أحسن. إذن عنده حالة خاصة. بس أنت يعني إنه أنت قايل لي إنه فاطمة زهراء
عليه السلام انه ما تعرف طب ما هنشوف دلوقتي، تقتضي انه الانبياء ما احنا هنشوف الرسول. دلوقتي استاذ الفاضل، هنشوف واحده واحده. انت قلت ايه؟ الروايه دي اللي بتعتمد عليها الشيعه الاثني يعني عشري. فاحنا قدام سؤالين، هل غضبت فاطمه من ابي بكر ام من التشريع الذي نقله ابي بكر؟ ده مفصل الخلاف لا، عندك. ماشي؟ غضبت من أبي بكر. ممتاز، لكن سنثبت من مرويات الشيعه انها غضبت من تشريع ابي بكر الذي نقله ابي بكر وليس من ابي بكر بنفسه، وان فاطمه كانت لا تعرف فعلا تلك المعلومه. ياتي في كتاب الكافر محمد ابن يعقوب الكليني، تمام؟ يعني بس اعطيك معلومه، يعني اعرف عن مالتنا، ممكن احنا كل الروايات صحيحه عندنا، ما هو استاذنا يعني الفاضل، يا صحيح استاذنا يعني الفاضل مثلكم يعني. حبيبي، انت قلت دلوقتي ليس كل ما عندنا صحيح، احنا هنثبت بالصحيح اللي صححه العلماء عندك، تمام؟ انا ما قلت لك انا عن آل البيت، عن اهل البيت بما صححه العلماء عن اهل البيت. اعطيني الرواية اللي تقول عن إمام، انا الامام واحد من الأئمة ال 12. اكيد. تفضل، ادي على الشاشه يظهر امامك كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني في الجزء الاول صفحه 34، تمام؟ ناتي كده باب اسمه باب ثواب العالم والمتعلم. ركز معانا استاذنا الفاضل. محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد عن كذا كذا عن الاشعري عن ابي عبد الله بن ميمون القداح عن ابيه عن القداح عن ابي عبد الله قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر له لطالب العلم من من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. ركز بقى في الفقرة اللي جاية دي أستاذنا الفاضل. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. جاء المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار الرسول أستاذنا الفاضل قال: الرواية لها سندان، الأول ضعيف والثاني صحيح على المشهور. ممتاز، ده المجلسي في مرآة العقول لشرح أخبار آل الرسول. يبقى إذن حضرتك الآن في رواية عن الإمام بتقول أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا الإيه؟ العلم. جاء في كتاب الرسائل للسيد الخميني أيضا بعد تصحيح المجلسي، ماذا يقول أستاذنا الفاضل؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي صحيحة القداح أهي، اللي هو ويمكن الاستدلال عليه للمطلوب لصحيحة القداح وضعيفة أبي البختري. بص ركز كده على الشاشة، كتاب الرسائل للسيد الخميني الجزء الثاني صفحة 108، تمام؟ ومما يمكن الاستدلال عليه للمطلوب صحيحة القداح وضعيفة أبي البختري، ففي الأولى اللي هي صحيحة القداح، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. يبقى إذن أتيتك برواية صحيحة، على فكرة في أكثر من مصدر من عند علماء الشيعة صحح تلك الرواية أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم. يبقى إذن إحنا وقفنا أمام النص عن الإمام المعصوم أستاذنا الفاضل أمير سمعني؟ نعم سامعك. عن الإمام بس المعصوم، أنا ما شفت إنه النقل مو عن إمام معصوم. إزاي أستاذنا الفاضل؟ الروايات عن الإمام أهي، الرواية الأولى بتاعت الكافي باب ثواب العلم والمتعلم، حضرتك نقلت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، حضرتك أنا معلم عليها بالأزرق أهو قدامك أهي، شفتها يا أستاذنا أمير؟ بس دقيقة واحدة استنى. براحتك. شفتها؟
هنا الإمام الحسين عليه السلام جاي يحكي على عن العلماء، هنا عن العلم جاي يحكي. حضرتك الآن، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم. اي اوكي، زين هي اتصور انه ورثت العلم من والدتي، أنا بسألك حضرتك ما الآن، اقول إحنا انه دلوقتي بنتكلم أستاذنا الفاضل أولا في موقف فدك، اعرف اعرف، بس انت هل بس سؤال صح شنو، انه أن انه الأنبياء، اسمعني يا أستاذ أمير، فاطمة الزهراء عليه السلام يعني انه هي ما تعرف شيء، يعني ما تعرف اي هو شيء الآن بهذا إحنا الموضوع، أثبتنا من مصادر، اللي هم من يعني يا أستاذنا سيبك من العاطفة الله يصلح حالك، إحنا بنتكلم بالأدلة الآن. لا لا مو مقابل، بس الآن مو عاطفة، الدليل مو عاطفة، اسمعني، أنا الدليل بحكي أثبت عاطفة، يا بس أستاذي، بس الرسول بأكثر من موضع بأكثر من مكان قال إنه هؤلاء أهل بيتي، يا عم يعني مالناش دعوه يا استاذنا، ايه أنت تعرف العلاقه؟ يعني أهل بيته منه مثلا ايه العلاقه فضلا وليس امرا؟ ايه العلاقه؟ احنا بنتكلم في قضيه فدك، اللي انت بتقول انا اعترض على المخالف في دينه بسبب قضيه فدك. فخلينا نركز في نقطه واحده، ايش العلاقه؟ اصل اشرف اخويا ومحمد ابن عمي، ايش اوكي. العلاقه؟ انت بكتبك بصحيح البخاري ومسلم امير المؤمنين طالب بارض فدك، هسه فاطمه حبيبي هو الزهراء ما نفس هي تعرفه، نفس يا ما استاذ تعرفه يا استاذنا الله يصلح حالك. امير المؤمنين طلب ارض فدك، حتى امير المؤمنين هم ما يعرف يا علي بن ابي حبيبي طالب، هم الغالي ما الله يعرف يصلح شيء حالك، يعني من الله سيدنا يصلح حالك، الرسول. لم يطلب علي ارض فدك الا في تلك الروايه اللي هو جاء هو وفاطمه والعباس في روايه، وفي روايه جاء هو فاطمه وعلي. هو نفس الموقف استاذ الفاضل اللي هو تمت فيه المطالبه، هو موقف واحد مش مكرر مش كذا استاذ مره. الفاضل، بس افهم، بس فهمني افهم، بس استاذ حضرتك بعد الفاضل بس اذنك، جاوبني بس على، قبل ما نشوف بس مين طيب اللي طلب يا استاذ عطانا امير، عرفس انا شو. شوف انا واخدك واحده واحده، قبل ما نشوف مين اللي طلب، اولا حضرتك اقتنعت ان الانبياء لم تورث دينارا ولا درهما كما ورد في مروات الشيعه عن الائمه بسند صحيح، ثم بعد ذلك نشوف بعد كده الطلبات الاخرى ايه. خلينا خطوه خطوه فضلا. الان انت بتقول انا معترض على تلك القضيه. الان هل ثبت لك بالدليل عن المعصومين الصحيح ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما؟ نعم ام لا؟ نعم، احسن، يبقى اذا وهذا انا ما ملزم بي، ما ملزم بي ده انا كتبك ابدا بهذا استاذي، الروايه، ده الكتب عندك، دي كتبك اللي بتقول الحديث كده، ضعيف، انت الحديث ضعيف، حديث صحيح. قلت لك الحديث قال المجلسي سنده الاول ضعيف والثاني صحيح على المشهور، بعد كتبت لك كلام الخوئي بانها من صحيحه القداح. ازاي يا استاذ الفاضل؟ انت مش مركز معايا بقى استاذ حضرتك. اشرف، استاذ اشرف لا مركز انا وياك، استاذ اشرف بس سؤال اخير جاوبني عليه، وخاطر انا بعد يعني ما عندي اي حاجه. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام اعلم هو ام ابو بكر اعلم؟ أبو بكر أعلم في أمور وعلي أعلم بسنة في أمور، رسول عندنا الله أبو بكر أعلم بأمور وعلي أعلم بأمور، يكمل من بعضهم البعض. لا عند عندكم، لا تهم امين، اذا نجي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حل هواي أمور عندكم كتبكم، حبيبي الغالي هواي أمور عندنا هو في اللي الكتب، حلها، وعندك يعني هواي أمير يا أستاذ الفؤاد، إذا كان أصلا نص كتبكم هي يا اللي أستاذنا يا أستاذنا أنت واخد الأمر عاطفة وتحدي. عندك علي في الكتب عندك لا يعرف حكم المزية، ده رقم واحد. لو انا سألتك سؤال بسيط جدا، هل كان علي بن ابي طالب يعرف اسماء المنافقين الذين اسراهم النبي لحذيفة بن اليمان؟ يعرفهم؟ نعم يعرفه. يبقى اذا هذا طعن في النبي وطعن في حذيفة. لماذا؟ لان عندما يبلغ النبي سرا لحذيفة امر وحذيفة أذاع هذا السر، فأنتم تطعنون في حذيفة بن اليمان، وكذلك تقولون أن النبي لم يعرف أن تمام، يقرأ. لكن لو سألتك حجك أستاذنا، بس صحيح، اسمعني بس، لو سألتك حجك سؤال، صحيح، لو سألتك سؤال، هل ورد الدليل أن علي يعلم المنافقين في كتب الشيعة؟ والله هتضرب مني ملفات ما هتطلع اي دليل. انا اعطيك بكتبك، خذ اعطيك بكتبك، علي يعرف المنافقين في الذين أسرهم النبي لحذيفة؟ دليلك أستاذنا، اتفضل. اي بكتبك. طب اتفضل. الرسول صلى الله عليه عليه واله الصلاة وسلم والسلام. بأكثر من موضع وبأكثر من مكان قال أنا وعلي واحد. يا عم سيبك من الكلام ده، أنا بسأل سؤال. سؤالي كان أبسط من البساطة. أنت حضرتك بكتبك، طلعت أنا من قضية بكتبك، فدك أنت وسبتك تطلع. بكتبك، حضرتك طلعت من قضية فدك وسبتك تطلع.
طلعت قلت لي لا، علي يعرف اسماء المنافقين، قلت لك الدليل. فانت المفروض تجيب لي كده، وان علي كان يعرف علي المنافقين الرسول، الذين اسراهم الرسول النبي لحذيفه علي بن الرسول اليمان. لكن والرسول حضرتك اسمعني استاذنا بس، علي استاذنا الفاضل، حضرتك هتجيب لي علم المنطق بما ان علي نفس الرسول، اذا علي يعلم كل شيء كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما ان اذا هو المطلوب اثباته، لا ده ما يكونش معناه في العقيده. علم المنطق ده ما يكونش معناه في العقيده، العقيده دليل. انا اتحدث معك بدليل، لا اتحدث معك بما ان اذا وهو المطلوب اثباته. علم الرياضه ده بنركنه على جنب. حضرتك الان في دليل نقلي، نقلي قال ان علي بن ابي طالب يعرف اسماء المنافقين، اتفضل اعرضه. ما عندكش ما تقوليش بما ان اذا وهو المطلوب اثباته. في انا ما عندي، يعني شكرا ليك، بالروايه، انا قد شكرا ليك استاذ، يا استاذ امير، اذا تريد، استاذ اذا امير، تريد ان هو باكثر من موضع يا استاذ قال امير، الرسول يا استاذ امير، صلى الله عليه يا واله استاذ امير، وسلم قال علي هو العلم، يا استاذ وهو امير، هو موضعي، هو موضع ثقتي، هو كلهن هو. يا استاذ امير، انت يا بتثبت استاذ هذا امير، موجود، يا انت ليش استاذ تنكر امير، هذا الشيء يا استاذ اشرف؟ يا استاذ امير، استاذ اشرف الله انا يستر، لا اله ما الا الله. قاطعتك ولا خليتك تحكي براحتك، بس انت الان خليني بتثير افادك، بس الموضوع. ارجع في فادك الرسول تاني، ارجع في فادك تاني، اتفضل. انا جاي اقول لك انه هو باكثر من مكان بالصحيح ان عندك الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال علي ثقتي، علي موضع. تفضل. طيب قطع عنده الاتصال. يبقى اذا استفدنا من اتصال الاستاذ امير العناد،